في بورسعيد بدأت مديرية التموين في استقبال الأقماح المحلية وده في أول أيام التوريد وسط فرحة كبيرة من المزارعين، وتم استلام 40 طن قمح في أول ساعة من التوريد، ويعد ذلك بداية مبشرة للموسم حيث كان المستهدف في العام الماضي 14 ألف طن وتم توريد 16 ألف بنسبة تجاوزت 100%، والمستهدف في هذا العام 16 ألف طن.